لا يزال القصف يطاول بلدة مارون وخراجها بالقنابل الفوسفورية، وفي هذه الأثناء نشاهد المزيد من هذه القذائف تسقط على خراج بلدة يارون على المنطقة المقابلة لموقع الحدب. موقع الحدب هو الموقع الذي خلفه موقع برعام الذي استهدف، وشهدت النيران تندلع من ذلك الموقع. هذا القصف مستمر منذ نحو 40 دقيقة هنا على بلدة يارون بمختلف يعني القذائف، وكذلك شارك الطيران المروحي في قصف هذه المنطقة. الآن هذه النيران المشتعلة هي في قبالة موقع الحدب، وبالتالي يعني استهدفت كل هذه المنطقة. طبعا يطل على يارون أيضا موقع هرمون الذي يطل على بلدة أرميش. يعني الآن هدأت نسبيا حدة القصف بعد أن اشتدت وبشكل عنيف منذ نحو ربع ساعة. طبعا القذائف طالت حتى بلدة يارون. اسمح لنا أن نشير العاجل وتكمل زميلنا عباس في نتابع هذه الصور. إذا معلومات الميادين، نعم. المقاومة الإسلامية تستهدف آلية هامر ودبابة في ثكنة دوفيف شمال فلسطين بالصواريخ وإصابة طاقمها بين قتيل وجريح. إذا المقاومة الإسلامية وفق معلومات الميادين تستهدف آلية هامر ودبابة في ثكنة دوفيف شمال فلسطين بالصواريخ وإصابة طاقمها بين قتيل وجريح، وما نشاهد تعبير ربما عن حجم الضربة الموجعة التي أوقعتها المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله في صفوف جنود الاحتلال حيث الموقع المذكور، وما يرصده زميل عباس صباغ مباشرة. تكمل عباس، تفضل. نعم، يعني هذا القصف العنيف يدل على أن الموقع الذي استهدف، يعني هناك أكثر من آلية استهدفت في ذلك الموقع، وبالتالي هذا القصف يعبر عن الهستيريا الإسرائيلية بعد الخسائر التي مني بها بدءا من الأمس وصولا إلى هذه اللحظات. يعني هذا الموقع الذي احترق بشكل رأيناه بشكل واضح من هذه النقطة، والآن المزيد من القذائف تسقط في خراج بلدة يارون، ونرى بأن الحرائق هي نتيجة استخدام القذائف الفوسفورية وبشكل عنيف في هذه المنطقة. هذا الآن المزيد من القذائف الفوسفورية تسقط في هذه الأثناء، هذا دليل على أن هناك يعني ضربة موجعة لجيش الاحتلال في هذه النقطة، وبالتالي كان هذا الرد الهستيري على بلدة يارون وخراجها.